السلام عليكم، معكم خلف المنال بالقاضي منال. أنا طالبة في المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، وأنا طالبة في المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي. في هذا الفيديو راح نعرفوكم على المدارس العليا المتخصصة في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. كاين 8 مدارس متوزعة في مختلف ولايات الجزائر. لوسيف المدرسة العليا للاقتصاد اللي جاية في وهران. لوسيف المدرسة العليا للمحاسبة والمالية اللي جاية في قسنطينة. لوسسجي المدرسة العليا لعلوم التسيير اللي جاية في عنابة. ولوسم المدرسة العليا لإدارة الأعمال اللي جاية في تلمسان. وربع الآخرين متواجدين في القطب الجامعي المتواجد بالقليعة ولاية تيبازا. لوسجيوان المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي. لوسي المدرسة العليا للتجارة. لوشوسي مدرسة الدراسات العليا التجارية. لونسيا المدرسة العليا الوطنية للإحصاء والاقتصاد التطبيقي. في هذا الفيديو راح نهضروا لكم اولا اون جينيرال على لو سيستيم اللي يمشوا به لهاد لي زيكول، ومن بعدها نجاوبوا على الاسئله اللي خلوهم لنا في انستغرام. الوغ نهضروا على النظام اللي يمشوا به هاد المدارس. في السيكل بريباراتوار يعني في التحضيري، المدارس في 8 يقراوا نفس البرنامج. الاختلاف يكون برك في اللغه التي يتم التدريس بها، وثاني في صعوبه الامتحانات. وابتداء من السنه الثالثه ثم يكون يبدا الاختلاف. من قبل كانوا كيقراو العامين تاع التحضيري لي زيكول في 8 يديروا مسابقه وطنيه يعقبوها كاع لي زيتيديون. بعد النتائج يكلاسيو لي زيتيديون ويمدوا لهم الشوا تاعهم على حسب الكلاسمون تاعهم. باك واحد اخر كاريمون. مي في 2022 بدلوا لو سيستيم ولاو يمشيو بالسيستيم تاع البورسونتاج. الحمد لله. ودوكا منال تفهمكم في السيستيم الجديد. حسب لي مويان تاع دوزيام اني رايحين يكلاسيوكم لي 80% الاولين ولا 70% كل ايكول كيفاش رايحين ينتقلوا للطور تاع الماستر، والباقيين رايحين يكونوا اوبليجي يجوزوا هذاك لو كونكور، والكونكور كل ايكول وحدها. مع العلم حتى هذوك 80% عندهم الحق يجوزوا كونكور تاع لي زوتغ زيكول اذا حبوا يبدلوها ويديروا تخصص في مدرسه واحده اخرى. كاين يقولوا بلي الكلاسمون حيولي يبدا من بروميير اني، يعني يحسبوا المعدل تاع السنه الاولى والسنه الثانيه، وهنا يشوفوا الترتيب تاع الاوائل. وهذوك لي 20% في حال ما اذا ما جابوش الكونكور رايحين يروحوا للجامعه السنه الثالثه ليسونس، ونقدروا يعاودوا يجوزوا لو كونكور العام اللي موراه وتكون فرصتهم الاخيره. واش ما قلناش ديغراديوهم؟ ما تقول نصايبه توجع حيت كراديوكم خاوتي. ودركا اون فا ريبوندر ا فو كيسيون اللي خليتوهم لنا في انستغرام. دخلي لي ميساج بيني وبينك. اسكو بالمعدل الموزون ولا معدل الباك برك؟ بمعدل الباك برك، وما كانش اولويه يعني تكون سانتيفيك ماتيريال ما تكنيك ولا جيستيون نفس المعدل. برك كاينه شرط لازم تكون جبت فوق 12 في المات، ولو كان جبت تحت 12 في المات ما تخرجش ميم با، ما يخرجوش ميم با لي زيكول في الخيارات. واحد سقسى اذا كاين غاتخاباج في سيكل بريبا، ما كاش غاتخاباج وعندك الحق تعاود مره واحده برك. و ابارتير دو لا 3 اني ولي كاين غاتخاباج وكيف كيف عندك الحق تعاود مره واحده. اسكو نقدروا نبلوكيو العام في هاد المدارس؟ وي بيان سور كيما كامل الجامعات والمدارس العليا. الوغ مانا قولي لنا على لي موديول اللي يقراهم في بروميير اني. دونك حنقول لكم انا لي موديول كامل اللي كاينين في بروميير اني، كاينه منهم اللي تقراوهم في لي دو سيمستر، وكاينه تقراوهم غير في ان سيمستر من الزوج. دونك كاينه اناليز مات، الجبر، كونتابيليتي، ايكونومي جينيرال، ماكرو ايكونومي، بروبا، ستاتستيك ديسكريبتيف، انجلي، فرونسي، فيلو، سيونس سوسيال، انفورماتيك و دروا. اون كيسيون تعاودت بزاف وهي على لا بورس. دراهم موني. حسبت لهم بلي المدارس العليا عندهم اون بورس كثر. هذيك غير انتيليجونس ارتيفيسيال عندهم مليون، راني بيعت لكم. صح 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 عندهم مليون. في شهر واقل اصلا. وي سي سي با اون بلاك. حبيبة. واحد سقسى قال واش من لغات قراو بها وهل اللي خاطيه لغات يقدر يدخلها؟ شوفوا هي كاينه تقوشي مخلطه شويه. هو الصح انه كامل يقراو بلونغلي باسكو جا ان سيستيم جديد وين كاع الجامعات يعني اي تخصص حديره رايحين تقراو بلونغلي. بصح فيكو صعيبه راهي حنايا عندنا كاينه فرونسي وكاينه انغلي وكاين دي بروف لي سي يعاونوكم بالعربيه. دو بريفيرونس في الصيف تخدموا على اللغات تاعكم باش او موان كي تدخلوا تقراو تولوا تتعلموا ولا تسيو تفهموا الدروس ماشي اللغه. لكن ما كاش حاجه صعيبه وما تخلوهاش تكون عائق ليكم باسكو كاينه بزاف ناس جازوا من قبل وما كانوش يعرفوا وتحداو وقراو. فوالا وي دونك سي با ان بروبليم اللي على جالو تراطيو هاد لا شونس. ما نقول لنا شحال لا موين باش نلحقوا لها. معدل القبول تاع هاد المدارس يتبدل من عام لاخر، على بها راح نخلي لكم معدلات القبول تاع 2022 و 2023 في لا ستوري الايون في انستغرام تاعي خلف المنال. بصح من الافضل جيبوا فوق 15.50 باش يكون عندكم لو شوا تخيروا ليكول اللي حابينها نتوما. اسك تقراو كل يوم في هاد المدارس؟ كل مدرسه دير جدول توقيت اللي يساعدها. مثلا في المدرسه تاعي يقراو 5 جوغ،
في مدرسه تاع من يقرا 4 جوغ، وكاين ثاني نهارات يعتمدوا فيهم على التدريس عن بعد. ماشي اللي يقراو 5 ايام معناتها يقراو اكثر من 4 ايام، جوست توزيع تاع الاوقات اللي مختلف، كاين يشارجيو في نهار وكاين لا يخلو متسع الوقت. الإقامة مليحة ولا لا؟ لا، وكل واحد عنده غرفة ولا تشاركوا بالزوج. بالنسبة للإقامات لازم نذكروا بلي كاين زوج تاع بنات وواحدة تاع دراري مقابلين ليزيكول. بالنسبة إذا مليحة ولا لا، لا عادي كيما كاع الإقامات الجزائرية، بصح نشوفها مليحة نسبيا ماشي مهم. كاين زوج في الغرفة، وإذا كنتو حابين تشوفوا أكثر تصاور تاع ليزيكول الإقامة ويومياتنا فيهم تبعونا في انستغرام. والسؤال اللي تكرر بزاف في انستغرام في لي ميساج في لي كومونتير بارتو هو الفرق بين لو اس سي ولو اش او سي، المدرسه العليا للتجاره ومدرسه الدراسات العليا التجاريه. كما قلنا لكم في الاول تاع الفيديو، المدارس في 8 يشتركوا في العامين تاع البريباراتوار، يعني يقراو كيف كيف، ويبدا الاختلاف من السنه الثالثه. دوكو لو اش او سي ولو اس سي يقراو كيف كيف في العامين تاع البريباراتوار، في 3 اني يتبدل البروغرام كل وحده في التخصص تاعها. لو اش او سي معروفه بوكو بلوس بالماركتينغ ماناجمنت، يعني دور في هذا الدومين، ولو اس سي معروفه اكثر بالكونتابيليتي والفينانس. راح نكتب لكم هنايا التخصصات اللي كاينين في لو اس سي و اش او سي، وتشوفوا الفرق اللي كاين بيناتهم. والتخصصات تاع المدارس الاخرى راح نخليهم لكم هنايا في ستوري على اون في انستغرام تاعي بالقادمه الان. والسؤال اللي تعاود ثاني بزاف هو هل العمل مضمون؟ باش تكون خدمه مضمونه معناتها غير تدخلوا تقراو هذاك التخصص حتى سيني وكونطرا بلي غير تخرجوا تروحوا تخدموا، وهذه كاينه غير في شبه طبي والمدرسه العليا للاساتذه. المدارس هادو ما يضمنولكش الخدمه بصح يضمنولك تكوين بجوده افضل. اون بليس لانفيرونمون والناس اللي تما بزاف يعاونوك باش تطور من روحك سواء في القرايه ولا في سكيلز. وكاين ثاني لي كلوب ولا ليكول زورغانيز دي زيفينمون، وثاني باغ اكزومبل صالون دو لامبلوا ولا دي سورتي دو لونتربريز باش تحتك بوكو بلوس بالموند بروفيسيونيل، وهذا الشيء راح يخليك تضمن الخدمه وبالك حتى قبل ما تتخرج. اسكو تجوزوا ان اكزامان قبل ما تدخلوا لهاد لي زيكول؟ نو، دخلوا ديريكت بالباك. اي بون، وصلنا لافان تاع هاد لا فيديو، جيسبر نكونو فدناكم وجاوبنا على فو كيسيون. ميم اذا عندكم دوطخ كيسيون خلوهم لنا في لي كومونتير، وثاني في انستغرام رايحين نعاونكم في اليامات الجايين وسورتو مور لي ريزولتا تاع الباك. كانت معكم خلف المنال وبالقادمه منال في لو سونتر كووركين بي ال اس. باي باي.